نظمت اليوم مظاهرة احتجاجية بعنوان أغيث مقبرة مأمن الله، والتي نظمت اليوم في مدينة القدس، وذلك احتجاجا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية والقاضي ببناء ما يسمى بمتحف التسامح على حساب أرض مقبرة مأمن الله الإسلامية في مدينة القدس، بحضور مئات المقدسيين الذين طالبوا بوقف البناء وطالبوا الحكومة الإسرائيلية بالمحافظة على مقدساتهم ومقابرهم الدينية. وعلى رأس المشاركين في المظاهرة كان المفتي الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، والمطران الدكتور عطلة رئيس إسقافة الروم الأرثوذكس في القدس. نحن هنا نؤكد باسم كل المسلمين في هذا العالم، التسامح الذي نبتغيه ليس متحفا للتسامح على رفات الأموات. التسامح الذي نقول به ليس هدما وليس طمسا وليس إزالة لآثار قبور المسلمين في هذه الديار. التسامح الذي ننادي به هو التسامح وفق الشرائع الإلهية، وفق القوانين والأنظمة التي تحافظ على كرامة الإنسانية. لنقول للدنيا كلها إزالة زعم إرادتي بناء ما يسمى مبنى التسامح. نقول لهم بكل صوت عالم باسم كل فلسطيني في غزة، في فلسطين الداخل، في القدس، في الضفة، في الشتات، لن نسامحكم، لن نسامحكم، لن نسامحكم، لن نسامحكم في قبور أبنائنا وأمهاتنا وأجدادنا. لو سميتموه مبنى التسامح لن نسامحكم، لن نغفر لكم. We are here to send a message in the name of the people in Jerusalem here against all the violations of Israel against the Arabs and Palestinians inside Jerusalem. وفي نهاية المظاهرة رفع المشاركون شعارات منددة بسياسات إسرائيل في المدينة المقدسة، خاصة الأعمال الجارية في موقع مقبرة مأمن الله، والداعية إلى مقاطعة الانتخابات البلدية في القدس. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر!